السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة ظريفة حصلت معايا خاصة في ماتشات الكرة. أنا كنت من مشجعي النادي الأهلي منذ صغري، وإحنا في الحلمية حتى قبل التلفزيون ما نشتريه كنت بروح أتفرج على ماتشات الأهلي والزمالك في بيوت جنبينا. وأفتكر في ماتش مش عارف كان في الستينات 60 أو 61 لما الأهلي غلب الزمالك 3-0، وكان في 3 لعيبة جداد اللي هو ريعو والسايس وقالوا مطر. وبعد كده يعني كانت العلاقة بيني وبين أهلي قوية جدا في الماتشات كلها. وأنا في الجامعة طبعا علمت ابن أختي الصغير أحمد أن يجي معايا الماتشات، كان بيجي معايا لغاية بقى أصبح أهلاوي للنخاع هو كمان. القصة تأتي فين؟ أن في منتصف السبعينات كان لنا زميل لنا اسمه سيد الجيزي، وده هو دلوقتي كان اخصائي قلب في معهد القلب في منبابة، عندهم شقه في بورسعيد، وبورسعيد كانت هي دلوقتي تعتبر اللي هي سيدي ايه تعتبر اللي هو منطقه حره نروح نشتري منها الحاجات المستورده هناك، واغلب الناس كانوا بيروحوا هناك يشتروا، ما بيطلعوش الحاجات دي للجمارك، بيخبوها كده عندنا حاجات شخصيه ما يروحوا يتاجروا فيها. المهم رحنا كان في ماتش بين الاهلي ونادي اسمه النادي المصري، اعتقد في اما في 74 او 75 مش فاكر. وطحت انا وسيد وناس تانيين معانا، اعتقد محمد محمود يسري الكرماني او حد يعني 3 أو 4، وقضينا ليله جميله هناك ورحنا الماتش. طبعا قعدنا درجه ثالثه كالعادي درجه ثالثه، وكنا احنا الاربعه فقط اللي بنشجع الاهلي. عدى الشوط الاولاني 0-0، الشوط الثاني بدا والاهلي ها جاب جول. طبعا احنا كان الانطباع بتاعنا قمنا احنا الاربعه نقول نهلل، بصينا لقينا كل المدرجات بتبص علينا، فمثلنا ان احنا زعلانين، يا لهوي الحقوا ده دخل فينا جون. وقعدنا علشان ما نضربش علقه من جمهور المصري اللي هو كان دايما يضرب الزوار عنده علقة زي علقة الحمار اللي طالع في مطلع ومش عارف يجر العربية. المهم هنا هو الرسالة هنا ايه؟ انا بحب الاهلي، كنت بروح براه في كل الايه الماتشات هنا وهنا 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 وهنا. حاليا دلوقتي لما انا كبرت في السن بصيت بدأت ابص للخلف، وكل الماتشات اللي انا بقيت اتفرج عليها ماتشات بتاعت مصر وحتى شباب مصر، ماتشات حتى هنا مع ليفربول او اول اخر، لما لقيت بشجع لقيت نفسي بعمل ايه، يعني بحط نفسي تحت ضغط نفسي وعصبي كبير جدا. ولو كنت انا بشجع فريق وفايد الغالب اقعد يوم ولا يومين زعلان، قلت يعني بلاها 22 واحد جايبين كوره بيخبطوها، طب وانا مالي، طب انا اعرف النتيجه بعد كده. فيا شباب ده انا رسالتي ليكم دلوقتي بعد مسيرة تشجيع للأهلي وتشجيع لمنتخب مصر وتشجيع لبعض الفرق الأوروبية أو الإنجليزية هنا في الدوري الإنجليزي، يعني لا تشغل نفسك بكرة يخبطها 22 واحد. صحيح ده فن ورياضة وهندسة إلى آخره، لكن في النهاية يعني أنت اصنع الحدث، أنت اصنع النجاح. يعني لما ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا محمد صلاح ولا ساديو ماني يدخلوا الجون، المجد ليهم هم والاسمهم ارتفع. يعني انا ممكن اشجع بس ما انشغلش بحواسي حتى يصيبني الموت. حتى ده حصل ان في شاب من الممثلين المصريين مش فاكر اسمه ايه وهو عنده 39 سنة، ده لما مصر اتهزمت في كاس العالم اللي كان في روسيا جات له سكتة أو جات له لا جاله نزيف في المخ ومات، أنا بس مش فاكر اسمه يعني. فلذلك يا شباب انشغلوا بشيء تستطيعوا أن تقدموه للمجتمع يقيم فيه إصلاح للمجتمع نفسه، ويعني ما تبقوش زي أنا أما كنت صغير، ولو أن أنا ما أقدرش أجبركم تعملوا زي، لكن هو ده اللي حصل لي من حوالي 25-45 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.